السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله غادي نصوب لكم بني العيد. إن شاء الله يمكن لكم تصوبوه بطريقة جميلة جدا، وكيجي رائع وكيجي خفيف، ما كيشربش الزيت، يعني كيكون رائع إن شاء الله. مرحبا بكم. بالنسبة للمقادير ديالنا هما كالتالي: عندنا واحد ثلاثة ديال البيضات، عندنا واحد 150 غرام ديال السكر، عندنا واحد 850 غرام ديال الفرس. السكر يمكن لينا نقصو منو، يمكن لينا نديرو هاديك الكمية اللي مبغاش. هاد الكمية ديال السكر يمكن ليه ينزل حتى 120 غرام ديال السكر، لأن السكر نورمالمون خصنا غير باش يعطينا داك اللون ديال البني يكون زوين. اللي كياكل السكر بحال الدراري اللي كيكون عزيز عليهم نقدرو نديرو هاد الكمية بالضبط. عندنا هنا تقريبا واحد 30 غرام ديال الخميرة، 25 غرام حتى 30 غرام. دروكا سخون الحال غادي تخمر دغيا. عندنا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، وعندنا الماء. هادو هما المكونات ديالنا إن شاء الله باش غنصوبو هاد البني ديالنا على بركة الله. كنديرو الفرص ديالنا هي هنا بالضبط إكزاكت. نقصنا شوية ديال السكر، درنا 130 غرام ديال السكر، يالله تجينا فيها زوينة، ما نديروش بزاف. غادي نديرو واحد تقريبا ما يعادل نصف ملعقة ديال الملحة، نصف ملعقة الملحة ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة. غادي ناخدو هاد الخميرة نديرو هنا شوية د الماء دافي، ناخدو شوية من الفرص ديالنا بحال هكا نديرو هنا، وناخدو واحد شوية ديال السكر، واحد البانسو ديال السكر، ها هو ديال السنيدة على بركة الله. نضيف هذا الماء، ماشي كل شيء، نضيف الماء شوية بشوية. ناخذ الخميرة ديالنا نخلطوها مزيان بحال هكا، نخلطوها مليحة باش ما يبقاوش لي هذوك الحبيبات ديال الخبز. ونضيف الماء هنا، الماء على حسب الفرص ديالكم. الفرص هو اللي كيتحكم في الماء، إذا جبنا كان الفرص كيشرب ماشي ما عندنا مشكل. نضيفو الماء على بركة الله، نضيفو شوية الماء مزال، ونضيفو الخميرة ديالنا هانتوما شفتو كرجعات. الفرص ديالنا زوين كيشرب الماء، نزيدو الماء دائما نسبقوا هذاك البيض اللي درنا مؤخرا، لان هذاك اللي درنا مؤخرا يعني بحال ما درناش حساب ذاك البيض، داكشي علاش جانا شويه خفيف، ما حطوش يجينا خفيف. ثلاث معالق حتى ربعة غادي نضيفهم هنا ديال الفوط باش نرجع البني ديالنا يتحول ديالو نفسو يرتاح. غادي نخليه هكا يرتاح، ملي يرتاح شوية يعني حتى يخمر شوية غادي نضربو، عاد غادي نحيدو، عاد غادي يعني نقطعوه إن شاء الله. شوية بعد ما خليناه يرتاح شوية غادي نوريكم لا تيكستير ديال العجينة ديالكم. ها هي بس العجينة هنا في المثال بحال هكا في العجين ديالها، ها هي شادة راسها شوية وما جاريهاش بزاف، كتجبد بحال لاستيك، كتجبد باش ما الزيت ما تدخلش لينا البني ديالها. إلا كان العجين يعني مهوي بزاف ديك الزيت غادخل لينا وغادي يجي مزيت البني ديالنا، ما يجيش زوين إن شاء الله، ما غاديش يجي زوين. الجنينه كيجي كتله واحده، كتله واحده يعني كيجي شاد راسو مع بعضياتو، شفتو. كنرشو شويه الفرص باش ندلعوه، كيجي شاد راسو مزيان.
الشطح بيض يضاف الاول ملي درنا السكر ياك. ها البيض يضاف من الاول ملي درنا السكر. لا البيض دائما نديرو في الاول ما نخليوش كما درت انا راه غير نسيتو ماشي يعني نسيتو علاش نضيفوه مع السكر. لا داكشي علاش هادشي ان شاء الله. هانتوما شوفوا البني ديالنا كيكون شاد راسو مزيان كانت تحكموا فيه مزيان التقطاع ديالو بحال هكا. ملي غادي نقطعوه بحال هكا غادي نخليوه يرتاح شويه قبل ما نقرصوه قبل ما نصوبو به لي فورم ديال البنيه ان شاء الله. هذه الكميه راه تعطينا ان شاء الله كميه زوينه. القطاع ديالو على حساب نتوما كيما بغيتو، بغيتو صغير بغيتو كبير بغيتو اللي بغيتو يعني الفورما اللي بغيتو كونوا بها ان شاء الله. علاش هو كيشد في اليد؟ لان ما فيهش الدهن ما فيهش الزيت، في غير داك شويه ديال الصفر ديال البيض هو اللي فيه دهن. ما بغيناش باش يجي عامر زيت لان البني ملي اشنو هو العيب ديالو اللي كيكون فيه الناس اللي ما كيتقنوش الخدمه ديالو كيجيهم زيت. ايوا كتعرفوا ان الزيت راه شويه قاصحه باش الانسان يبدا يشرب فيها ولا ياكل فيها هكاك مباشره. عطاونا 3 عندنا 4 8 12 13 14 15 بياسه عطاتنا هذه المجموعه ديال العجين ان شاء الله. مزيان ملي قطعناه نغطيوه بشي حاجه نجيبو شي زيف لوحوه فوق منو وخليوه يرتاح ان شاء الله بحال هكا. البلاطو فاش غنديرو كنرشوه بشويه ديال الفرص. المقله حدانا ها هي درنا فيها الزيت ديالنا يعني حتى نقطعوه وغادي نديرو في البلاطو عاد يخمر عاد نبدا نطيبو فيه يعني كيمر من عده مراحل. ملي ناخذو البنيه ديالنا بحال هكا نحطوها في الطبله كنرشو شويه وكنسرحوها بالرولو بحال هكا ما كترجعش لينا سابدير راه ارتحت. كتاخذ واحد الفورمه ما كتديفورماش ما كتديفورماش ملي نخليها بحال هكا كنشوف فيها ما كتديفورماش سابدير راه البني ديالنا مزيان باش ملي نحطو في فاسميتو ديالنا كياخذ الفورمه ديالو باش حطيناها. هانتوما شفتو عطيه الفورمه ديالو دائريه زوينه نضربو من الوسط بحال هكا ونخليوه ان شاء الله. هكا ان شاء الله نحطو البيني ديالنا. دائما باش تعرفو ان البيني ديالكم ارتاح ملي تحطوها بحال هكا وضغطوها وتسرحوها بالرولو ديالكم ما كترجعش لكم اللور سابدير راه مزيان. هاكا هاهي نحطها ملي نهزها ونحطها كتبقى ليا سامبل وكنقطع من الوسط وهكذا ان شاء الله تنحط الكمية ديالي كلها نقطعها ونغطيها ونخليها ترتاح. هنا تاني راه مهم بزاف بزاف اننا ما نقليوش مباشرة. هنا بغينا البني ديالنا يكون خفيف في الاكل ديالو في اللي كنعض فيه ما يكونش مدقس شحال مرتاح مزيان الشاف. باش مرتاح باش مرتاح غير 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 واحد الحاجه يعني ما تنساوش ما تنساوش شحال 20 دقيقه مزيان الشاف. 20 دقيقه 15 دقيقه مزيانه ما تنساوش ما ديروش واحد ساعه المكانه وملي غادي تجيو تشوفوه هذيك الساعه غادي تلقاوه غير تمسوه يهبط. شطو لينا كنخدموهم من فضلكم خدموهم شويه مزيان بحال هكا جمعوهم قبل ما تقطعوهم باش ما يكونش فيهم دوك الشقاقي لان دوك الشقاقي الا كانوا فيهم ما غيخليهم غندخل لهم الزيت. الزيت حنا كدروك كنردو البال البيني البيني اكفس بيني هو اللي تدخل ليه الزيت لداخل ديالو. الا دخلت ليه الزيت لداخل ديالو ما كيجيش زوين زوين راه ماشي شفنج هذا راه شفنج موديرن وهو ما خصناش ندخلو الزيت بينما الشفنج ديالنا التقليدي راه كندخل ليه الزيت كندخل ليه الداخل ديالو. هانتوما شتو هادو دوكا صوبتهم ما غاديش نسرحهم مباشرة غادي نخليهم تاني يرتاحو شوية. علاش؟
باش لان مزيره مزيره غاديش يعني تسرح مزيان. مرحبا بكم، هذا هو البني ديالنا من الاحمر، كنهزو غير بشويه كنحطو في المقله ديالنا غير بشويه. هاد المقله صغيره شويه، غادي طيب لينا جوج بياسات جوج بياسات، هادشي اللي طيب لينا تيجي خام. هانتوما شوفو البني ديالنا تبارك الله، ملي كنحطو في المقله كنردو ليه البال. نحيدهم طيبين مزيان، ملي غادي تبداو تقليو راه غادي تبرد الزيت شويه، تنقص درجة الحرارة ديالها. هاهي البنية ديالها، نخليوها تقطر الزيت فوق الكرياج، منحطوهاش مباشرة في الدار باش تقطر لينا ديك الزيت إن شاء الله. كندوزو في السكر ديالنا بحال هكا، لي مبغاش يدير ليه السكر ميديرش ليه السكر، مي البينيك معروف أنه كنديرو ليه السكر. وغادي نحلو شي وحده باش نشوف ياك ما دخلش الزيت، ياك ما ياك ما أبدا ما تبقاش تهبل في هاد المسائل، باش إلا حطينا واحد الحاجه للناس ياكلوها مزيانه إن شاء الله. هانتوما دروك الزيت زوينة هكا، هاد الطياب لي بغيتها هو إن شاء الله. دروك الزيت غادي تبرد، لي حولناها العافية صغيرة شوية، يعني ضروري النار مهيلة هيك شي حاجة، تكون مهيلة بزاف باش يجي اللون، باش ما يكونش يجي اللون ذهبي. ما راه السكر كيلصق ملي كيتكون الطياب ديالو باقي طري، ما كيلصقش إلا جاب الله تعطلات. لي بغا يدير السكر لي مبغاش مايديروش، كاين الناس لي مكياكلوش السكر. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كنرحبو بكم، هذا هو البني ديالنا الرائع لي كيجي رائع، نتمنى لكم تجربوه. ما كيشربش الزيت، والسر باش ما يشربش لكم الزيت أنكم إن شاء الله تبعو الطريقة باش عجناه، والطريقة باش قطعناه، تماك بقات تماك بقات العجين، خصو يكون كثافة ديالو معجون مزيان باش يجيكم رائع إن شاء الله. غادي ناخذ غير وحده ونشوفوا غير الداخل ديالها اللي كيجي الداخل ديالها. هانتوما كيجي ناشف نهائيا، نقطه ديال الزيت ما تكونش فيه، نقطه ديال الزيت شتو، نقطه ديال الزيت ما كايناش الداخل ديال البين ديالنا. هذا هو البين الرائع اللي قدمت لكم اليوم، وتجربه خير برهان، تجربه خير برهان الا طبقتوه بالتطبيق الكامل كما طبقتوه. ها النتيجة اللي غتحصلوا ليها، النتيجة ديال البنية ديالكم مرطب، ها هو رطب كيكون رطب وكيجي زوين إن شاء الله. إلا درتو شي طريقة أخرى وعجنتوها بطريقة أخرى، ما نضمنش لكم ما يشربش لكم الزيت، وما تقولوش البنية ديال الشاف، ديال الشاف ها هو قدامكم كتشوفوه، والعجينة الكثافة ديالو تعجن مزيان. علاش العجينة كتكون كثيفة ملي كنعجنوها مزيان؟ لأن كتجي شادة راسها، كتجي شادة راسها. هذا هو المهم، وهذا هو الاهم الحاجه في المقليات، المقليات اللي كنقليو جميع تقريبا المقليات، الزيت ما تدخلش لينا لداخل ديالهم، الا دخلت لينا الزيت لداخل ديالهم غادي نحصلوا على نتيجه خايبه. اغلبيه الناس غادي يعطف واحد الحاجه يعط فيها يلقى فيها الزيت غادي يحطها ما ياكلهاش. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.